ثم على سنة رسول الله. ما يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع الله لنا. وهنا جاءت القاعدة العظيمة، وهي الأصل في العبادات التحريم، المنع. حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن لك أن تعبده بها، ليس على هواك، ليس على ذوقك، ليس على ما تشتهي، لا، كما أمرت، كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد أن نتفقه في الدين حتى نعرف السنة التي نتقرب بها الله عز وجل، سواء في الفرائض أو في المستحبات. لا بد أن نعرف المشروع من الممنوع. المشروع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أرسل الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.